الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه موفقا سالما من الشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ادخلنا الجنة برحمتك، واجلنا من النار بعفوك. اللهم بارك لنا في سيدنا الشيخ، اللهم بارك لنا في سيدنا الشيخ، اللهم افني اسماءنا في اسمه، ورسومنا في رسمه، وذواتنا في ذاته، وارواحنا في روحه، بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. استمرارا إن شاء الله عز وجل في مذاكرة كتاب سيدنا الشيخ الذي سماه بالمحجة البيضاء، استقصاء لحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه المحجة نورانية جعلها الحق عز وجل في ذرية وعترة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، يحملونها في قلوبهم ويكرمون بها عباد الله عز وجل، يوصلونها إلى أفراد المسلمين، إلى أفرادهم من اختصتهم عناية الرب عز وجل بأن يكونوا في حضرته سبحانه وتعالى. فأكرمهم الباري بفتح أبواب القدم، فأظهر لهم جمال نوره سبحانه عز وجل، وقبلهم في حضرته، وسقاهم من سقي القديم الأزلي عز وجل. هذه المحجة البيضاء يبين لنا فيها سيدنا الشيخ أصول النور، وكيف أن الحق عز وجل فتح لعباده حبل الوصل حتى يوصلهم بحضرته. فقال في آية الفتح: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذه الآية سماها سيدنا الشيخ بآية الفتح لأن بها الحق عز وجل فتح أبواب القدم، فمد حبل الوصل إلى عبده فأظهره، فأظهر جماله وكماله لحضرة العبد، فتبينت في حضرة العبد وتدفقت عليه نسائم القرب ونسائم العشق ونسائم المحبة والأنس، جعلنا الله من هؤلاء. فالمرموز الثاني في هذه الآية التي هي المصباح النوراني الذي قال فيه الحق عز وجل: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فيتكلم سيدنا الشيخ في هذا الباب، في باب المصباح النبوي النوراني الذي يقذفه الحق عز وجل لطالب القرب، لطالب الحضرة، فيكرمه الحق عز وجل بإزالة حسه رويدا رويدا، يتخفف من كثافته ومن نظرته لنفسه ومن شهوده لمادته، إلى أن يصبح بإذن الله عز وجل ببركة شيخه، يصبح لطيفا نورانيا بإذن الله عز وجل. هذا المصباح النوراني يقول فيه مولانا الشيخ: المصباح النوراني هو جند القلب في جند القلب الهائم في حضرة الحق. فيصف الحق عز وجل، يصف مولانا الشيخ هذا المصباح النوراني الذي هو المرموز الثاني في آية الفتح بأنه هو جند هذا القلب الطالب لحضرة الرب عز وجل، كأنه يدافع عنه جند الظلمة، أو يدفع عنه جند الظلمة التي هي هوى النفس والحظوظ النفسانية. فهذا المصباح هو سلاحه، هو جنده لمواجهة ظلمة نفسه ولمواجهة ركون نفسه إلى أرضها وإلى ترابها، فيؤيده الحق عز وجل بهذا الجند الذي هو هذا المصباح النوراني، الذي هو حقيقة هو
سطوع النور من قلب الحبيب المصطفى في قلب أحبابه فيؤيدهم في حضرة الله عز وجل حتى يبقوا في حضرة الله عز وجل يتنعموا بلطائف العرفان ولطائف القرب الرباني. يقول سيدنا الشيخ: وجند القلب الهائم. يصفه مولانا الشيخ بأنه قلب هائم وله بحضرة الرب عز وجل، له طلب وله حب وله شوق في حضرة الباري عز وجل. هذا الحب إنما هو من فيض الله عز وجل، من فيض بركة الشجرة المباركة، إن الحق عز وجل إنما تفضل على هذا العبد بأن أظهر الهيام في قلبه من طلاقا من نظره في مرآة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المخلوق، فأحبه، فأحب الله عز وجل عبده قبل أن يحبه العبد. ذلك يقول الحق عز وجل: يحبهم ويحبونه. فسبق حب الله عز وجل لحضرة العبد، فانعكس حب الله في مرآة العبد، فأحب العبد ربه عز وجل. هذا القلب الهائم في حضرة الحق عز وجل يهيم في أسرار التوحيد، يهيمه هذا المصباح النوراني في عرسات التوحيد على بساط الشهود، على بساط شهود اللمحة النورانية المقدسة التي هي رحيق مختوم، التي هي كرم الحق عز وجل يهبه الله سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا على طلاب الطريق، على مريدي السلوك. فهو محض فضل لا تكسبا من حضرة العبد، لأن ليس للعبد في هذا الباب جهد ولا طلب، لأنه محض فضل من الله عز وجل. يقول مولانا الشيخ: بهذا المصباح النوراني يكشف الأمور، تكشف له الأمور على حقيقتها، فيوضحها حتى يظهر حسنها من قبيحها. فبفضل هذا المصباح النوراني يرزقه الحق عز وجل ميزانا يفرق به بين الحق والباطل، بين الحسن والقبيح، بين الوجوب وبين الإمكان، بين واجب الوجوب الذي هو حضرة الرب عز وجل، وممكن الوجود التي هي حضرة العبد وحضرة المخلوق. فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. فهذا هو بيان الحسن من القبيح، أي أن القبيح هو الظلمة، والقبيح هو العدم، والقبيح هو الجهل بحقوق الربوبية، والحسن هو وجود الله عز وجل، هو شهود وجود الله سبحانه عز وجل. فمن شأن البصيرة المفتوحة، يقول مولانا الشيخ، بفضل هذا المصباح النوراني الذي قذف في هذا القلب لهذا العبد، له من الميزة وله من الكرامة أن يكون لهذا القلب بصيرة مفتوحة تحكم على الحسن بحسنه وعلى القبيح بقبحه، والقلب يقبل على ما يثبت حسنه، لأنه فطرة، الإقبال على الحسن فطرة ربانية، والقلب يقبل على ما يثبت حسنه ويدبر على ما يثبت قبحه، لأن الحق عز وجل يظهر له حقيقة الأشياء، فيظهر من الشيء نوره، النور المستودع فيه، يظهر الحق عز وجل بفضل هذا المصباح النوراني الذي هو كما يقول، كما يعلمنا سيدنا الشيخ في دروس الجمع، كيف أن هذا المصباح هو حقيقة لام القبض في اسم الجلالة الله الذي نتعبد به الحق عز وجل بذكره. فحقيقة المصباح النوراني هي من يفتح البصيرة بسر إلهي جبروتي، يفتح البصيرة ويبين للإنسان حقيقة الشيء وحقيقته، وجهه النوراني الذي يليه من ربه عز وجل، ويبطل وجهه من لدن نفسانيته ومن لدن كثافته، فيبطل ما له من نفسه ويبقي ما له من ربه عز وجل. والقلب يقبل على ما يثبت حسنه، لأن كما قلت بأن الحسن، اتباع الحسن أو اتباع الحسن فطرة ربانية مودعة في هذا الإنسان، فيقبل على ما يثبت حسنه ويدبر على ما يثبت قبحه، لأنه يرى حقيقة الشيء، فيرى حقيقة ما له من نفسه أو ما يليه من صورة نفسه باطلا، عدما، ظلمة،
لا إقبال فيها على الحق عز وجل، بل كل ذلك إدبار على حضرة الربوبية واستقبال لحسها ولقدراتها ولتربتها ولجاذبيتها لهذه التربة، فيدبر على ما يثبت قبحه، وهذا ما شأن البصيرة المفتوحة بالمصباح النوراني. أو تقول يقبل على ما فيه نفعه، لأنه يرى حقيقة الشيء فيقبل على وجه الله عز وجل الذي يقول فيه عز سبحانه من قائل فأينما تولوا فثم وجه الله، فيقبل على وجه الله عز وجل في كل شيء، تتوحد له القبل في قبلة واحدة التي هي قبلة وجه الرب عز وجل الذي يقول فيه سبحانه عز وجل إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه، فيتوحد نور السماوات والأرض في نور وجه الرب عز وجل، فيصبح لهذا القلب بإذن الله عز وجل وبفضله وتكرمه توجها وحيدا وهي قبلة النور. والقلب أو تقول يقبل على ما فيه نفعه، لأن في الله نفعه، في الله عز وجل نفعه، وأي نفع في غير الله سبحانه عز وجل، وأي منفعة وأي خير في الإقبال على نفسانية الإنسان، فنفعه في إقباله على ربه عز وجل، لأن به حياة قلبه وحياة روحه، فبإقباله على وجه الرب عز وجل يقبل على نفعية نفسه، ويدبر على ما فيه ضرره، لأن في اتباع نفسانيته والركون إلى ظلمة نفسه فيه ضرر، لأنه ينسيه عن حضرة الرب عز وجل، ويكون ذلك هلاكا له في الآجل. ومثال ذلك يضرب لنا سيدنا الشيخ مثلا، رجل دخل بيتا مظلما فيه عقارب وحيات وفيه سبائك من ذهب وفضة، فلا يدري ما يأخذ ولا ما يذر، لأن ليس لديه ما يرى به في هذا البيت، لأن البيت المظلم لا يستطيع الإنسان أن يرى ما فيه، ما فيه من شر أو خير، فلا يستطيع أن يختار ما يحمل بيمناه، فلا يدري ما يأخذ ولا ما يضر ولا ما فيه نفع ولا ضرر، فإذا أدخل فيه مصباحا، إذا أدخل في يده مصباحا رأى ما ينفعه وما يضره وما يأمنه وما يحذره. كذلك قلب المؤمن العاصي لا يفرق بين مرارة المعصية وحلاوة الطاعة، فإذا استضاء بنور التقوى عرف ما يضره وما ينفعه وفرق بين الحق والباطل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي هذا النور المصباحي هبة الله من قلب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى قلوب أحبابه وأنصاره، فيؤيدهم بهذا المصباح النوراني فيجعل لهم الحق عز وجل كما قال فرقانا، وفرقان ومن أسماء القرآن، ومن أسماء من معانيه أيضا أنه به يفرق المرء بين الحق والباطل كما قلت، فيحكم على الباطل بالسوء وبالقبح فيبتعد عن الباطل، ويحكم على الحسن بالجمال فيتبعه. فهذا الفرقان من أسماء القرآن الكريم لأنه دلالة على فرق المراتب، أي نورا يفرق به بين الحق والباطل. وفي الحكم، في حكم ابن عطاء الله السكندري، النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس، فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد ظلم الأغيار. فهذه هي نتيجة قذف النور من لدن المصباح النوراني الذي هو قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيؤيد بجند الله عز وجل هذا المسلم، هذا السالك، هذا الطالب لحضرة الله عز وجل، يؤيده بجند النور
فيكون له عز وجل، فيكون الله له، فيكون له الحق عز وجل في ذاتيته من يدله على الخير وعلى أسرار التوحيد وعلى الاجتهاد وعلى مخالفة النفس وتربيتها وتزكيتها بتأييد وباستماع واتباع لحضرة شيخه قدس الله سره. فهذا الجند الذي هو جند النور ينصره الحق عز وجل به، فيتأيد في حضرة الرب عز وجل، فيثبته الحق سبحانه وتعالى في الطريق وفي السلوك، يؤيده دائما أبدا عندما تهب عليه هجومات جند الأغيار، فيرى في سلوكه هجوم النفس وظلمتها عليه، فيؤيده الحق عز وجل في كل مرة بأن يسلط عليهم جند نورانية قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيؤيده الله عز وجل وينصره في كل مرة حتى يسلك به هذا النور طريق الله سبحانه وتعالى، ويؤيده إلى أن يصبح إن شاء الله عز وجل من الفائزين بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اجعلنا من أهل هذا الكلام، ومن أهل الاستماع، ومن أهل الاتباع يا ربي، واجعل لنا ساعة في صدورنا نقبل بها أحسن الكلام ونتبعه بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم تفضل علينا يا أكرم الأكرمين بسمع من سمعك، وبصر من بصرك، يا أرحم الراحمين، وتأييدا من تأييدك، ونصرة من نصرتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أدم علينا نعمة النور، وأدم علينا نعمة الطريقة، وأدم علينا نعمة الصحبة، وأدم علينا نعمة الشهود دائما أبدا يا ربي. يا ربي أكرمنا بها في حياتنا الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا عندك من المقبولين، واجعلنا عندك من المرضيين يا ربي، واغفر لنا ضعفنا وتقصيرنا وكثرة أهوائنا وكثرة ظلماتنا وكثرة حديث أنفسنا وكثرة سوء ظننا، وتجاوز عنا ذلك كله بأن تغطيه بجمالك يا أرحم الراحمين رب العالمين، بجاه كل محبوب عندك يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم اغفر ضعفنا واغفر تقصيرنا يا أرحم الراحمين، وانظر إلينا نظرة جمال تمحو بها ما كان وتصلح بها ما هو آت يا أرحم الراحمين. اجعلنا فيها من السالكين الأصحاء، السالكين الأقوياء، السالكين الصادقين بجاه حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والختم لمولانا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.